سادين 3 شهور احنا سادين، من اللي قالوا لنا من 20 مارس وحنا سادين، من اللي وصلت الخميس نهار الخميس هذا فاش قالوا لنا عطونا الاوكي نحلوا، جينا حلينا عطانا من 8 حتى 6 العشيه، جينا حلينا عادي دايرين التعقيب المسائل التباعد كلشي كاين، وصلت هذيك الخمسه وما يجوا عندنا، لا سدوا علاش اخويا؟ قال لك جا قرار من الرباط، ودابا المشكل في كاين هو شي قيصاريات اخرين حالين بحال الكيوسكات هما قرابين بيناتنا شي 20 متر وما كاملاش حالين، سيدي مؤمن حاله وكيقول قالوا كنا لا حد عندكم زناقي صغار هنا، لا بالعكس حنا منظمين ريوسنا كل شيء كاين، ودابا المشكل اللي كاين كاين اللي عنده سلعه البرد باقى عنده، بنادم اللي بغى يبدا دابا خاصو راس المال راس المال اخر عاوتاني ان شاء الله فهمتي على حساب الصيف، ودابا هو العيد الكبير قرب وبنادم تابعوا الكره ديال الدار تابع الكره ديال المحل المصاريف كتصرف على داركم، الدراري المعلميه اللي كيكونوا عندك تا هما حصلوا هنا خاصك تا هما تعطيهم وتدبر عليهم تا هما باش ياكلوا غير باش ياكلوا، واش نقول لك لا اله الا الله، الناس تقهروا لا محمد رسول الله، الناس تقهروا صراحه لا من الخياطه لا من صحاب ماكياج لا من صحاب ملابس، كل شيء كل شيء القيصريه الناس كلهم تضروا كلهم تضروا خويا، هذا الشيء بزاف حاجه وحده خويا، حاجه وحده اللي كنطلب يا نسدوا كاملين يا نحلوا كاملين، حنا راه تقهرنا حنا ما طالبين لا تعويضات لا والو، باغيين غير نحلوا، ما بقينا باغيين حتى شي حاجه حنا، حنا ما كنقلبوش على التعويضات باغيين غير نحلوا نجيبوها بدراعنا. حنا مضرورين اخويا، عندنا 500 ديال 500 حان كلها مضروره، تابعه الكره الماء الضوء مولي القهاوي مولي ملابس داخليه الخياطه مولي التلامط كاين اللي كارب ما نعاودش لك مولي الماكياج واكلين الدق مولي الحرير خياطه ديال الجلاب ديال العيالات. المهم القيصريه كامله مضروره كنبغوا نحلوا كيجيو سدوا لينا. شنو هما المطالبات ديالكم؟ بغينا نحلوا بغينا نخدموا تابعنا الشله ديال المصاريف عندنا التزامات عندنا الخدامه انا خدامين معايا جوج مجوجين كل واحد ولد ثلاثه وكل واحد كاري كل شيء الناس كلهم كاين الحانوت اللي فيه اربعه دراري خمسه. القيصريات حالين والقيصريات سادين. كاين شي حوانت حالين برا وحنا ملي كنحلوا كيجيو سدوا لينا علاش؟ الناس مجتمعين على حساب هذا السدام قرر منا كل الناس راهم مضرورين لان هذا المارشي كيجمع بزاف ديال الحرف وبزاف ديال الحوانات اللي فيهم اللي فيهم مهن مختلفه وكل محل كيحتوي على فيه سلعه كتضيع لان لا سيزون كيتبدل وفيه خدامه حتى هما خصم مصروف اضافه الى رب المحل حتى هو راه خصم مصروف عنده عائله ديالو كيصرف عليها اللي كيستنكروا التجار هما ان كاين قيصاريات هما في جنب السوق حالين وحنا سادين علاش؟ لان اضافه كاين حنا وجدنا بان كاين مواد تعقيم ودايرين ملتزمين بالتباعد ومع ذلك كيصروا بانهم خاصهم يبقاو سادين علاش؟ خاصنا نعرفوا السبب علاش؟ شنو هما المطالبات ديالكم اليوم؟ خاصنا نحلوا حنا بحال الناس لان جا قرار ديال الوزاره الداخليه خاص قال لك التجار والحرفيين خاصهم يحلوا اذا حنا من الاسواق حنا خاصنا نحلوا لا السبب علاش؟ ثانيا ان هاد الناس راه تقهروا بالمصاريف ثلاث شهور هما سادين يعني خاصهم المصروف ديالهم يومي الى غير ذلك هادشي راه كتعرفوا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.